بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي، نستكشف مع الصفحة رقم 70. في أول صفحة كما نلاحظ عندنا أوبجيكتيف، يعني أهداف كالعادة. طبعا الأهداف هذه الفقرة ريكونيتر إي أمبلوي لي مويا كي بيرمي دو سيتوي دي زيفينمون، معرفة واستعمال الوسائل كي بيرميت التي تمكن دو سيتوي دي زيفينمون من موقعات الأحداث. إذا طبعا بحال عندنا واحد الخط زماني عليه أحداث مرتبة، تقع عليه أحداث مرتبة. طبعا في واقعنا اليومي أننا نسجل الأحداث أولا بأول، نقول بأن هذا الحدث وقع يوم كذا وكذا، مثلا بعد ساعات، بعد يوم، بعد عام وقع هذا الحدث الآخر. إذا نحن نموقع هذه الأحداث. الآن من أهداف الفقرة هو reconnaître et employer les moyens qui permettent de situer des événements. إذا الآن نحاول معرفة واستعمال هذه الأدوات التي تمكن من موقعات هذه الأحداث. ماذا سنستعمل مثلا من عبارات، من جمل، من كلمات، حتى نقول بأن هذا الحدث وقع قبل هذا بيومين أو بسنة مثلا، أو أن هذا الحدث وقع بعد الحدث الآخر مثلا بلحظة أو بساعات إلى آخره. إذن كما قلنا reconnaître et employer les moyens qui permettent de situer des événements. عندنا بطبيعة الحال le verbe reconnaître، يعني أنك تعرف، ولكن هنا تيجي بمعنى المصدر employer، المقصود باستعماله. إذن هنا يأتي أيضا بمعنى المصدر les moyens، مثلا نقول les moyens de transport، يعني وسائل النقل، لكن هنا نحن نتكلم عن وسائل ذات طبيعة مختلفة. نتحدث عن وسائل مثلا لغوية كي بيرميت، التي تمكن دو سيتوي. إذا عندنا لوفاب سيتوي يعني موقع. أيضا تيكون عندنا من هاد الفعل ممكن نحصلوا على لوفاب سو سيتوي، يعني تموقع. نقول مثلا لا فيل دو غابا سو سيتوي ا 40 كيلومتر مثلا دو كينيترا، أن مدينة الرباط تقع على مسافة 40 كيلومترا من القنيطرة. هنا طبعا سنة موقع أحداث وليس مدن. إذا نتكلم على الوفاب سيتوي، إذا سيتوي دي زيفينمون كي بيرمي دو سيتوي دي زيفينمون. جوبسيرف أنا ألاحظ. إذا عندنا سيتوي أن إيفينمون باغابوغ أ دوطخ إيفينمون. سيتوي يعني أنك تموقع أن إيفينمون حدثا باغابوغ، يعني بالنسبة، باغابوغ بالنسبة أدوتر لأخرى، أدوتر لأخرى. نتكلم عن مجموعة، مجموعة ماذا؟ لمجموعة أحداث أخرى. هنا نتحدث عن موقعة هذا الحدث بالنسبة لمجموعة أحداث أخرى. ممكن أن هذا الحدث يكون قبل هذه الأحداث، ممكن يكون وسطها، وممكن أنه يكون بعد هذه الأحداث. وحتى عندما يكون وسط هذه الأحداث، هذا الحدث نقول بالضبط أين يقع بين هذه الأحداث. إحنا عندنا مجموعة الأحداث، بغينا نوقعوا بيناتها واحد الحدث. إذا هو تيوقع بالضبط بينات أش من أحداث من بين هاد الأحداث. طبعا عندما وقعت هاد الحدث بين مجموعة أحداث، سنقول بالضبط أين يقع بين هاد الأحداث. إذا باختصار نحن هنا سنموقع هاد الحدث بالنسبة لمجموعة أحداث أخرى. أولا نقرأ هاد النص الصغير. سي إليس كي بارل، سي إليس كي بارل، إنه إليس الذي يتحدث. لو فاسو ترومبلا et une odeur de soufre se répandit. Le vaisseau trembla et une odeur de soufre se répandit dans les airs. Je m'accrochai à un cordage en criant à mes compagnons de faire de même. Mais avant de pouvoir reprendre l'équilibre, je fus projeté contre le mât. Et quand, un peu plus tard, je retrouvai mes sens, je me rendis compte que tous mes compagnons avaient été emportés. Le vaisseau trembla. إذا نتكلم عن لو فيسو، لو فيسو المقصود به السفينة، المقصود به السفينة، المقصود بأيضا المركب، ويمكن أنه يعني في حالات أخرى الوريد، الوريد الذي يحمل الدم في الجسم، هذا يسمى أيضا فيسو. طبعا المقصود هنا سفينة أو مركب. إذا لو فيسو ترومبلا، إذا نتكلم عن مركب ترومبلا، طبعا عندنا لو فيسو ترومبلي، لو فيسو ترومبلا، إذا نتكلم عن لو فيسو ترومبلي، ترومبلي يعني ارتجى. إذا لو فيسو ترومبلا السفينة أو المركب أنه ارتجى. نقول مثلا لو ترومبلومون دو تيغ، المقصود به ارتجاج الأرض، ارتجاج الأرض.
لوسييزم وبيالوتخون بلومودتا إذا نتكلم عن ارتجاج الأرض بما معناه الزلزال. لو فيسو ترومبلا اي اون اودور دو سوفر سو ريبوندي دون لي زير اي اون اودور ورائحه. اذا نتكلم عن اون اودور يعني رائحه دو سوفر للكبريت. اذا ورائحه للكبريت سو ريبوندي يعني ان انتشرت. عندنا لو فيرب سو ريبوندر يعني انتشر. نتحدث عن خبر مثلا انه ينتشر ويديع. هنا طبعا نتكلم عن رائحه انها انتشرت. إن أدوه دو السوفر سغيبوندي ثم رائحة كبريت سغيبوندي أن انتشرت دون لزير. كبر نقول في الأجواء انتشرت في الأجواء. طبعا لا المقصود بالهواء أن انتشرت في الأجواء المحيطة. جمك خوشي عدنا رغير ساك خوشي. ساك خوشي يعني أنك تتعلق. جمك خوشي أأنكورداج. جمك خوشي أأنكورداج ثم أنني تعلقت بحبال السفينة. طبعا لو كورداج المقصود به حبال السفينة يسمى كورداج. إذا جو ماكخوشي كما قلنا هذا لو فيرب ساكخوشي. إذا جو ماكخوشي أن كورداج وتعلقت بحبال السفينة. أون كخيون صارخا. أون كخيون صارخا عندنا لو فيرب كخيي. لو فيرب كخيي المقصود به صرخة. جو ماكخوشي أن كورداج أون كخيون أم كومبانيون دو فو دومين. تعلقت بحبال السفينة صريخا كما نقول لرفقائي ليفعلوا نفس الشيء. Je m'accroche à un cordage en criant à mes compagnons de faire de même. طبعا أنا تعلقت بحبال السفينة ثم وأنا أتعلق بالحبال بدأت أصرخ. أخذت أصرخ لأصدقائي ليتعلقوا بحبال السفينة. Je m'accrochais à un cordage en criant à mes compagnons de faire de même. المقصود هنا لفعل نفس الشيء. Je m'accrochais à un cordage en criant à mes compagnons de faire de même. De faire كما نقول لفعل ولكن المقصود بها ليفعلوا. De même كما نقول لنفس ولكن المقصود ليفعلوا نفس الشيء. Mais avant de pouvoir reprendre l'équilibre. pouvoir كما نقول القدرة. طبعا لو pouvoir المقصود به السلطة أو الإمكانية. هنا عندنا pouvoir المقصود به فعل. هنا عندنا فعل. عندنا لغاية pouvoir تنقولو je peux أنا أستطيع. il peut هو يستطيع. طبعا هنا ما تصرفش. علاش ما تصرفش؟ هنا ما تصرفش لأنه جاء بعد دو. لأنه أتى بعد دو. mais avant de pouvoir ولكن قبل الاستطاعة المقصود هنا ولكن قبل أن أستطيع. استطيع ماذا؟ reprendre الأخذ مجددا. الأخذ مجددا المقصود هنا mais avant de pouvoir reprendre ولكن قبل أن أستطيع الأخذ مجددا l'équilibre يعني التوازن. ولكن قبل أن أستطيع أخذ من جديد ماشي prendre. prendre يعني أنك تأخذ. reprendre يعني أنك تأخذ مجددا. تأخذ مرة أخرى. ليكيليب المقصود بالتوازن يعني ليكيليب هو التوازن. إذا المعنى ديال هذه العبارة ولكن قبل أن أستطيع أن آخذ مرة أخرى. ليكيليب يعني التوازن. جو في بروجتي كونتخ لوما. طبعا عندنا لو فيرب بروجتي أو باسي سامبل ولكن في لافوا باسيف. جو في بروجتي كونتخ لوما ولكن أنا رميت أو قذفت كونتخ لوما. كما نقول ضد لوما. لوما المقصود به هو الساري. هو ذلك العمود الذي يقع في وسط السفينة أو المركب والذي ترتبط به الحبال ثم الأشرعة التي تدفع الرياح وبالتالي تدفع من خلالها المركب. إذا جو في بروجتي كونتخ لوما يعني أنا رميتو كونتخ لوما يعني ضد هذا الساري ضد هذا العمود الذي كما قلنا ترتبط به الحبال ثم الأشرعة التي تدفعها الرياح. جو في بروجتي عندنا لو فيرب بروجتي كونجوغي او باسي سامبل. اون لو فيرب بروجتي كونجوغي او باسي سامبل مي على فوا باسيف. اون لو فيرب بروجتي انه مصرف في لو باسي سامبل ولكن على فوا باسيف. كما نقول في المبني للمجهول. طبعا هنا تنتكلم على اليس هو اللي ترمى ماشي إليس هو اللي رمى. هنا نتكلم عن
إليس هو الذي رمي، هو الذي قذف به. ولم نتحدث عن إليس بأنه رمى شيئا مثلا. لو كنا نتكلم مثلا عن إليس بأنه رمى شيئا، هنا طبعا سنتحدث مثلا عن لو فيرب خوجتي او باسي سامبل على فوا اكتيف. ماذا سنقول؟ طبعا سنقول جو بروجتي، تي بروجتا، إل بروجتا، نو بروجتان، فو بروجتات، إل بروجتير. هذا لو فيرب خوجتي او باسي سامبل، ولكن ماشي مبني للمجهول، على فوا اكتيف، كما لو نقول بانه مبني للمعلوم، يعني ان الشخص هو الذي قذف بشيء، هو الذي رمى. في الحاله التي عندنا هنا نتحدث عن إليس هو الذي قذف به، هو الذي رمي. ماذا قال؟ قال جو في بروجتي كونتخ لوما، يعني انا قذفت كونتخ لوما، يعني على هاد الصاري، على هاد العمود، يعني انني قذفت كما لو نقول فضرب بي العمود، كانني حجره قذف بها هاد العمود. اذا طبعا نستعمل لو فيرب خوجتي او باسي سامبل ولكن على فو باسيف. تنشوفوا الفرق، كيف لنا ان نحصل على هاد لا كونجيغيزون دو فيرب خوجتي او باسي سامبل على فو باسيف؟ كيفاش لنا نضبطوا هاد الصرف؟ طبعا واحد الاشاره سريعه، مثلا الى لاحظنا مزيان غنشوفوا بان عندنا هنا لو فيرب اتر او باسي سامبل ولكن على فوا اكتيف، يعني ماشي على فوا باسيف. عندنا لو فيرب اتر، طبعا لو فيرب اتر في الباسي سامبل ماذا نقول؟ طبعا نقول جو في، تو في، إل في، نو فيم، فو فيت، إل فور، فو فيت، إل فور. طبعا اول حاجه تنشوفوا لو فيرب اتر، لو فيرب اتر في الباسي سامبل نقول جو في، tu fuis, il fuit, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. تناخذوا هاد الصرف ديال لو فيرب اتر في الباسي سامبل، نضيف له لو بارتيسيپ باسي دو فيرب كونجوغي، نضيف له لو بارتيسيپ باسي دو فيرب كونجوغي. اذا نضيف له هاد لو بارتيسيپ باسي الخاص بالفعل المصرف هنا. طبعا نقول كما عندنا هنا جو في بروجتي، جو في بروجتي. طبعا الصرف غيولي عندنا جو في بروجتي، تي في بروجتي، إل في بروجتي، نو فيم بروجتي، فو فيت بروجتي، إل فيو بروجتي. إذا غيولي عندنا الصرف ديال لو فيرب بروجتي أو باسي سامبل ولكن على فوا باسيف. إذا كما نقول في المبني للمجهول، إذا غيولي عندنا بهذا الشكل. طبعا نفس الشيء إلا مشينا لهاد لو فيرب بروجتي في البريزون ولكن على فوا باسيف، ولكن على فوا باسيف. ماذا نقول؟ اولا ناتي بفعل اتر، اولا ناتي بصرف فعل اتر او بريزون، لو فيرب اتر او بريزون. ماذا نقول؟ نقول جو سوي، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، ils sont. نقول جو سوي، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، ils sont. ثم نضيف له لو بارتيسيپ باسي الخاص بفعل بروجتي. اذا فاقول جو سوي بروجتي، tu es بروجتي، il est بروجتي، nous sommes بروجتي، vous êtes projeté، ils sont projetés. إلا مشينا للباسي كومبوزي، طبعا الصرف ديال اتر او باسي كومبوزي ماذا نقول؟ نقول جي ايتي، tu as ايتي، il a ايتي، nous avons ايتي، vous avez ايتي، ils ont ايتي. الصرف ديال projeté او باسي كومبوزي على فوا باسيف، إذا ناخذ هذا الصرف ديال اتر في الباسي كومبوزي ثم نضيف له هذا لو بارتيسيپ باسي الخاص بفعل projeté. فأقول جي ايتي projeté، tu as été projeté، il a été projeté، nous avons été projeté، vous avez été projeté، ils ont été projeté. إذن هذه نظرة سريعة ديال هاد الصرف على فوا باسيف. جو في بروجتي كونتر لوما، يعني أنني رميت ضد هاد الصاري، أنني قذفت على هاد العمود. إي كون وعندما أن بو بلو تار، يعني شيئا ما بعد هاد الوقت. إي كون أن بو بلو تار جو روتخوفي مي سونس. الأصل هنا et quand je retrouve mes sens، et quand je retrouve mes sens، وعندما أنا وجدت أحاسيسي. نتكلم على sens، وممكن أنه يعني المنحة أو المعنى. طبعا هنا sens تعني حس، طبعا sens هنا تعني الحس. طبعا في الجمع تبقى نفسها، نقول mes sens. et quand je retrouve mes sens، وعندما أنا وجدت أحاسيسي، المقصود بأنني استعدت وعيي، المقصود أنني استعدت
وعي. وعندما وجدت أحاسيسي يعني أنني بدأت أحس من جديد وأعرف نفسي أين أنا، ثم ماذا حولي. إذن أنني استعدت أحاسيسي. طبعا عندنا un peu plus tard يعني بعد هذه الصدمة، هذا الارتطام الذي أفقدني الوعي un peu plus tard، وبعد هذا بقليل je retrouve mes sens يعني أنني وجدت أحاسيسي. je me rendis compte يعني أنني أخذت، كما نقول علما، je me rendis compte يعني أنني كما نقول أخذت علما que tous mes compagnons بأن كل رفقائي avaient été emportés. إذن جمع عندي كنت يعني أنني أخذت علما أو أنني أخذت في الحسبان كما نقول كنت مي كومبانيون بأن كل رفقائي avaient été emportés. نفس الشيء هنا كما تلاحظوا avaient été هذا لو بلوس كو بارفي ديال لو فار اتر. إذن عندما نقول il avaient été هذا لو بلوس كو بارفي ديال لو فار اتر، أضفنا له emporté كما تلاحظوا، أضفنا له لو بارتيسيباسي الخاص بفعل أمبورتي، أضفنا له لو بارتيسيباسي دي فيرب أمبورتي، فحصلنا على ماذا؟ فحصلنا على لو بلوس كو بارفي دي فيرب أمبورتي، ولكن على فوا باسيف، يعني كما نقول في المبني للمجهول. هنا طبعا المتكلم يقول ماذا؟ عندما استعدت وعي عرفت بأن كل رفقائي قد حملوا بعيدا. Je me rendais compte que tous mes compagnons avaient été emportés. إذن طبعا السؤال الأول je comprends أنا أفهم qui raconte sa mésaventure. من الذي يحكي مغامرته؟ qui raconte sa mésaventure. طبعا aventure تعني événement imprévu، نتكلم عن حادثة غير متوقعة. إذن aventure تعني événement imprévu. Événement imprévu. نتكلم عن حادثة غير متوقعة. Entreprise surprenante. إذا نتكلم عن مخاطرة. Entreprise surprenante. حادثة غير متوقعة. نتكلم عن مخاطرة. أو كما نقول مغامرة. أو حادث غير متوقع. إذا نقول عنه aventure. مثلا par aventure. هذه المقصود بها par hasard. Par hasard. يعني أنه حدث فجأة بدون معرفة، يعني أنه حدث بدون أن نعرف بأنه سيحدث. إذا نتكلم عن par aventure أو bien par hasard. mes aventures المقصود بها aventure désagréable، نتكلم عن مغامرة فيها مخاطرة. إذا نتكلم عن aventure désagréable، إذا هذا هو المقصود ب mes aventures. إذا نتكلم عن مغامرة فيها مخاطرة. إذن مزافونتور المقصود بها مغامرة. concernant la première question qui raconte sa mésaventure، من الذي يحكي مغامرته؟ à la réponse c'est Ulysse qui raconte sa mésaventure. c'est Ulysse qui raconte sa mésaventure. إنه Ulysse الذي يحكي مغامرته. إنه Ulysse الذي يحكي مغامرته. c'est Ulysse qui raconte sa mésaventure. إنه Ulysse الذي يحكي مغامرته. qui raconte sa mésaventure. C'est Ulysse qui raconte sa mésaventure. Pour la deuxième question, بالنسبة للسؤال الثاني, place les événements en gras sur l'axe du temps. إذا ضع الأحداث بالسواد على خط زمن. على خط زمن. Place les événements en gras sur l'axe du temps. Bien sûr, les événements en gras comme quoi? Les événements en gras comme quoi? Si nous reprenons le texte, bien sûr, les événements en gras comme m'accrocher, crayon, fut projeté et enfin retrouver mes sens. Comme nous le constatons, on a des événements qui sont représentés par ces verbes. On a des événements qui sont représentés par ces verbes. عندنا مجموعة أحداث ممثلة بهذه الأفعال. كما قلنا, le vaisseau trembla, une odeur de soufre se répandit dans les airs. Je m'accrochais à un cordage en criant à mes compagnons de faire de même. Et donc je m'accrochais à un cordage en criant à mes compagnons de faire de même. Mais avant de pouvoir prendre l'équilibre, je fus projeté contre le mât. Et quand, un peu plus tard, je retrouvai mes sens, je me rendis compte que tous mes compagnons avaient été emportés. C'est que l'homme a fait le vaisseau trembla.
et une odeur de soufre se répandait dans les airs, je m'accrochai à un cordage en criant à mes compagnons de faire de même. ولكن بعد قلنا ما avant de pouvoir reprendre l'équilibre ولكن قبل ان اخذ مجددا او استعيد l'équilibre يعني التوازن je fais projeter contre le mât يعني انني قذفت على العمود. اذا عندنا le premier événement mais avant de pouvoir prendre l'équilibre mais avant de pouvoir reprendre l'équilibre je fais projeter contre le mât ولكن قبل ان استعيد كما لو نقول التوازن je fais projeter contre le mât قذفت على العمود. Suivons l'axe du temps, on va tout d'abord commencer par le début. اذا سنبدا بالبدايه. Suivant l'axe du temps, nous allons bien sûr émettre ces événements selon l'ordre chronologique. اذا سنضع على هذا المحور طبعا هاد لي زيفينمون هاد الاحداث ولكن حسب حدوثها زمنيا حسب طبعا الترتيب الزمني. اذا لو بروميير ايفينمون سي مي افون دو بوفوار بروندر ليكيليبر جو في بروجيتي كونتر لو ما مي افون دو بوفوار بروندر ليكيليبر جو في بروجيتي كونتر لو ما ابري اون لا جو ماكروشي ان كورداج اون كريون à mes compagnons. Je m'accrochais à un cordage en criant à mes compagnons. Après on a, et quand un peu plus tard, je retrouvais mes sens. Et donc, comme on a dit, il y a des choses qui sont les événements qui sont les événements. Mais avant de mais avant de pouvoir reprendre l'équilibre, je fais projeter contre le mât. Il y a des choses qui sont les événements. Et après, je suis arrivé à l'équilibre. Je m'accrochais à un cordage en criant à mes compagnons, يعني انني تعلقت بالحبال ثم اخذت اصرخ على رفقائي. Je m'accrochais à un cordage en criant à mes compagnons. ثم بعدها et comme un peu plus tard, je retrouvais mes sens. وعندما استعدت احاسيسي بعد لحظات, je me rendis compte que tous mes compagnons avaient été emportés. Et donc, طبعا هذا ياتي بعد هذا الحدث. المشار إليه بالسواد. إذا طبعا هذا الحدث هو يأتي بعد الحدث المشار إليه بالسواد. Je retrouvais mes sens. Je me rendis compte que tous mes compagnons avaient été emportés. إذا هذا الحدث طبعا هو يأتي بعد الحدث الآخر الذي ذكرناه بالسواد. Je retrouvais mes sens ومرتبط به أيضا. Mais avant de pouvoir prendre l'équilibre, je fus projeté contre le mât. إذا عندنا هنا l'antériorité. L'antériorité نتكلم عن حدث وقع اولا قبل حدث اخر. ثم عندنا لا سيمولتانيتي مقصود بها التزامن. اذا عندنا هنا جو ماكروشي ان كورداج اون كريون امي كومبانيون نتحدث عن حدث وقع في وقت واحد. ابخي هنا اي كون ان بو بلي طار جو روتروفي مي سونس اي كون ان بو بلي طار جو روتروفي مي سونس. اذا عندنا هنا لا بوستيريوريتي نتحدث عن حدث وقع بعد حدث اخر. إذن هذه الحالة تسمى la postériorité. Pour la troisième question, les deux événements de la deuxième phrase se suivent-ils? Les deux événements de la deuxième phrase se suivent-ils ou bien sont-ils simultanés? Pour la troisième question, les deux événements de la deuxième phrase se suivent-ils ou bien sont-ils simultanés? Les deux événements de la deuxième phrase. Bien sûr, la deuxième phrase c'est je m'accrochais à un cordage en criant à mes compagnons de faire de même. La deuxième phrase du texte, c'est « Je m'accrochais à un cordage en criant à mes compagnons de faire de même. » Et donc, les deux événements de la deuxième phrase. Et donc, les deux événements de la deuxième phrase. Et donc, les deux événements de la deuxième phrase. Et donc, les deux événements suivent-ils? سوسويفر يعني تتابع. سوسويفتيل هل هما يتتابعان؟ سوسويفتيل هل هما يتتابعان؟ او بيان سونتيل سيمولتاني او بيان سونتيل سيمولتاني او انهما متزامنين او بيان سونتيل سيمولتاني او انهما متزامنين. اذا ماذا يمكن ان نقول هنا؟ جو ماكروشي ا ان كورداج اون كريون ا مي كومبانيون دو فير دو ميم. إذا ماذا يمكن أن نقول على الجملة؟ Je m'accrochais à un cordage. تعلقت بحبال en criant وأنا أصرخ. En criant صارخا. À mes compagnons de faire de même.
صار يخلي رفقائي ليفعلوا نفس الشيء. إذا ماذا يمكن أن نقول هنا؟ لي دو زيفينمون دو لا دوزيام فخاز سون سيمولتاني، سون سيمولتاني. إذا نتكلم عن الحدثين للجملة أنهما متزامنين، إذا هاد الحدثين هما حدث في نفس الوقت. نقول هنا جو ماكروشي ا ان كورداج اون كريون، جو ماكروشي ا ان كورداج اون كريون، يعني وانا اتعلق بهذه الحبال وفي نفس الوقت اصرخ لاصدقائي دو فور دو مام ليفعلوا نفس الشيء. طبعا لي دو زيفينمون دو لا دوزيام فراز سون سيمولتاني. ثم عندنا كيل رابور انترتيان انتر او لي زيفينمون بلاسي سور لاكس دو تون. اذا طبعا عندنا الفارب انترتونير، انترتونير مثل الفو، يعني انك تحافظ على النار حتى تستمر. اذا نتكلم عن انترتونير يعني انك تحافظ على شيء، مثلا نقول لبتيكادو انترتيان لاميتي، لبتيكادو انترتيان لاميتي. اذا نتكلم عن الهدايا الصغيره انها تمد في عمر الصداقه. نتكلم على الفارب انترتونير. Quel rapport entretiennent entre eux les événements placés sur l'axe de temps? Quel rapport entretiennent entre eux les événements placés sur l'axe de temps? Quel rapport? نتكلم عن أي روابط أو أي علاقات entretiennent، يعني أنها تمد في عمرها كما نقول أو أنها تطيلها كما نقول. Les événements placés sur l'axe de temps، يعني الحوادث الموجودة على خط الزمن. Employé يعني استعمل، عندنا لو فيرب employé لا تام انتيريوريتي. اذا نستعمل مصطلحات انتيريوريتي كما راينا، بوستيريوريتي ثم سيمولتانيتي. اذا نتكلم عن انتيريوريتي كما نقول شيء ما يحدث قبل الاخر، بوستيريوريتي نتكلم عن شيء يحدث بعد الاخر، سيمولتانيتي نتكلم عن شيء يحدث بتزامن مع حدث اخر. في الاجوبه جو ماكروشي ا ان كورداج اون كريون ا مي كومباني دو فير لو ميم اون كريون à mes compagnons de faire de même. Les deux événements sont simultanés. إذا نتكلم عن الحدثين بأنهما متزامنين. إليس s'accroche et en même temps crie. نتكلم عن إليس بأنه يتعلق، المقصود أنه يتعلق بالحبال، et en même temps وفي نفس الوقت crie، المقصود أنه يصرخ. ثم عندنا mais avant de pouvoir reprendre l'équilibre، mais avant de pouvoir reprendre l'équilibre، ولكن قبل أن يستطيع أخذ مجددا التوازن، قبل أخذ مجددا التوازن، جو في بروستي كونتخ لوما، يعني أنني قذفت ضد، ضربت على العمود كما نقول. أن إيفينمون إيت أنتيغيوغ أ لوطخ. إذا نتكلم هنا عن حدثين قبل الآخر، مي أفون دو بوفوار أوبخوندر ليكيليبغ، ولكن قبل طبعا أن آخذ أو أستعيد التوازن. إذا نتكلم عن حدث وقع قبل الآخر، جو في بروش دي كونتخ لوما، يعني أنني ضربت على العمود. إليس إي بروش دي كونتخ لوما أفون دو روبخوندر سون ليكيليبر. أون بارل إيسي دوليس إي بروش دي كونتخ لوما أفون دو روبخوندر سون ليكيليبر. إي كون أن بو بلو تار جو روتخوفي مي سونس، جو مو روندي كونت كو تو مي كومبانيون أفي إيتي أمبورتي. إذا نتكلم هنا عن أن إيفينمون إي بوستيريور أ لوطخ. إذا نتكلم عن حدث يأتي بعد حدث آخر، إذا نقول عن ماذا؟ أن إيفينمون إي بوستيريور أ لوطخ. إذا نتكلم عن حدث كما نقول يتلو الآخر. إلي سو روند كونت أبخي زافواغ روتخوفي سي سونس. إلي سو روند كونت، إذا نتكلم عن إليس بأنه عرف أو أخذ خبرا أو أخذ بعين الاعتبار كما قلنا. Après avoir retrouvé ses sens. بعد أن استعاد حواسه. نستكمل في الحلقة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.